السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانسكرينيال التراساوند لطفل صغير ولقينا فيه كونجينيتال مالفورميشن اسمها داندي ووكر مالفورميشن، او الاسم الكبير بتاع العيلة دي داندي ووكر سبيكترام او كونتينيوم او كومبلكس. واحدة واحدة كده نشوف بنتعامل مع الحالة دي ازاي. ده طفل عنده شهرين، جود كراي، جود ساكلينج، الواحد زي الفل، لكن الام بتتابعه عند دكتور اطفال بيقول لي ان في لارج هيد سيركمفرنس قاعد يزيد سنه في سنه، فلو سمحت يا دكتور الاشعه استبعد لي الهايبركفرنس. حاضر، شهرين هقدر اعمل له ان شاء الله ترانسكرينيال وهشوف كويس. تمام. المهم عملنا الترانسكرينيال اللي بنستخدم له اثنين بروب في الاساس، الكومبلكس واللينير. بنستخدم له ويندو اساسيه اللي هي الانتيرو فونتانيل. الانتيرو فونتانيل هنستخدم الساجيتال والكورونال. الميد ساجيتال موجود اهو الكوربس كالوزم كويس، وتحتيه الكيفم سيبتم بيلوسيدم، بس في يعني سي سيف سبيسز كده مش عاجباني. طيب نخش ميديال برا ساجيتال يمين وشمال، واضح ان الفنتريكولار سيستم دايليتد، يبقى دي حاله هيدروكيفالس. ما تقولش خلاص الحاله اتشخصت وتجري، لا، لقيت هيدروكيفالوس. اول حاجه كونفيرميشن، هو هيدروكيفالوس ولا لا؟ تاني حاجه يا ترى ايه السبب بتاعه؟ في سب ابندايمال مثلا هيموريدج، في حته هيموريدج واقعه كده في البوستير هورن عشان اقول لك ده بوست هيموراجيك هيدروكيفالوس. هل في سيبتيشنز وثيك وول على ومثلا سب اراكنويد سبيس او سب ديورال سبيس فيها كولكشن عشان اقول لك ده انفكشوس، وطبعا هنظبط الكلينيكال معاه، ولا مفيش اي حاجه وده ممكن يكون مثلا كونجينيتال اكويدكت ستينوزس او اسوشيشن زي الحاله بتاعتنا دي وهكذا. فحاول تجيب له السبب، حاول تجيب له التاثير بتاعه. يعني لو كان هيموراجيك الول بقى فيري ثيك وايكوجينيك، ده اسمها كيميكال فنتريكولايتس. التاثير بتاعه على السيريبرال بارينك، ما دخل في السيريبرال ايديما ولا لا، الكورتيكال ثيكنس قل ولا لا، يبقى لازم نعمل دوبلر. ليه؟ لقيت انكريزد ريزيستنس، الحاله دي بقت فور ايرجنت شانتنج بمنتهى السرعه. تمام، يبقى المفروض تقول هيدروكيفالس ولا لا، السبب بتاعه ايه، التاثير بتاعه ايه، الدرجه بتاعته ايه، وطبعا مقاسات لازم تقيس علشان الفولو اب خصوصا بعد التريتمنت. طيب فانا كده قلت انها هيدروكيفالس وبس، كمل بقى الاستدي بتاعتك. جبنا الكورونال من قدام لورا، طبعا من قدام المنظر بتاع العينتين، الاناتومي احنا شرحناه سابقا. الانتيرور هورن اللي هو الصغير اللي ما بيجيبش 3 مللي، لا هنا دايليتد جدا. الثيرد فينتريكل طبعا واضح، وفي حاجه هنا بدات توضح، التمبورال هورن. التمبورال هورن اصلا مش المفروض يتشاف، فكوني شفته فعلا ده هيدروكيفلس محترم. الهيدروكيفلس عامل سن الدايلاتيشن للثيرد فينتريكل، لكن مش قادر اشوف الاكويدكت، يبقى ممكن يكون اكويدكتال ستينوزس. دي واحده من ضمن البوسيبيليتيز بتاعته، لان لا هو هيموراجيك ولا هو انفكشوس. تمام، فممكن يكون اكويدكت ستينوز. طبعا في حاجه هنا واضحه في البوستيريو فوسا، ان في سيستيك دايلاتيشن وشكل السيريبيلم انا حاسس ان هو صغير. الفيرمس اللي موجود في الميد لاين، الانفيرو فيرمس مش شايفه، السوبيريور بس هو اللي شايفه. ايه ده شكلها داندي ووكر، درجه من درجات الداندي ووكر. نعمل لها ايه؟ لازم 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 ماستويد فونتانيل. تمام، طيب نكمل مع الحاله دي ونقول حته اناتوميكال فاريانت موجود فيها، ان الكرويد بلكسس انا حاسس اني شايفها حتتين. دي حاله رفعناها في الصدر كان فيها جريد 1 هيموريدج، برضو الكرويد بلكسس كان فيها حتتين. دي اسمها سبليت كرويد بلكسس او بيفت كرويد بلكسس، على الرغم ان رفعها في حاله سابقه وكانت مليانه فاريانتس، الا ان ما حدش برضو عرف يجاوبها للاسف. ما تغلطوش في الفاريانت وتقولوا عليه هيموريدج، هتلاقيه نفس الايكوجينيستي. الطفل اصلا هتلاقيه ويل بينج، مش هيموراجيك. خلي بالك هيموراجيك وبلاد كلوت زي دي او دي، انت بتتكلم مثلا في جريد 2، يعني لا الطفل هيبريزنت بحاجه مش بعد شهرين ثلاثه وزي الفل. تمام، فدي كده سبليت، بالاضافه ان لو عملنا دوبلر هتلاقي فيها مينيمال فاسكولاريتي. دي كده اناتوميكال فاريانت على جنب. طيب نكمل الحاله بتاعتنا. احنا قلنا لازم اثنين بروب، الكونفكس واللينير. بدانا نستخدم اللينير في الميد لاين، الكوربس كالوزم موجود كويس، والميديال بارا ساجيتال واضح الدايلاتيشن اللي هو بيقول ان في هيدروكيفلس. مفيش اي حاجه هنا سيديمنتيشن، يعني ده مش بوست هيموراجيا.
احد الزملاء قال ده شكلها كولبوكيفالي وده كورباسكلوزم ايجينيسيس. انا قايس لكم الكورباسكلوزم مخصوص علشان اقول لكم هو موجود. الكولبوكيفالي اللي بيبقى اسوشيتد مع الكورباسكلوزم ايجينيسيس، تمام؟ مبدئيا الايجينيس انت هتلاقي هنا راديشن للسالكاي والجيراي، وبالتالي مش هتلاقي بقى السنجوليت جيروس حلوه زي الفل، تمام؟ ده هنا برضو باقي الكولبوسكلوزم. الكولبوكيفالي هتلاقي الانتيرو هورن رفيع والبوستيرو هورن بالوند، فمش المنظر ده، المنظر ده سيمتريكال دايلاتيشن ما بين الانتيرور والبوستيرور هورن، فده مش كورباسكلوزم ايجينيسيس، مش كولبوكيفالي. لكن واضح ان في سيمتريكال مالتي مودريت مثلا دايلاتيشن للفنتريكو سيستم، لاترال فنتريكل وثيرد فنتريكل ونون فيجواليزيشن للاكويدكت اللي ممكن ترجح لنا ان في اكويدكتال ستينوسس. ده الكلام ده سوبرا تنتوريال. انفرا تنتوريال في سيستيك دايلاتيشن للبوستيرو فوسه، enlarged posterior fossa مكمله مع مكان الفورز فنتريكل، في هايبوبلاستيك سيريبيلر هيمسفيرز وايبلاستيك نون فيجواليزد انفيريور سيريبيلر فيرمس. اللي متشاف فقط السوبيريور فيرمس اللي هو انا حاسس ان هو اصلا سوبيريور كمان ديسبليست طالع لفوق خالص. لازم نعمل ويندو ايه؟ ماستويد، تحط البروب كده بطوله ورا الودان هيجيب لك منظر كورونا، يعني هنا فوق وهنا تحت، يبقى الانفيرو فيرمس فعلا مش موجود والسوبيرو فقط هو اللي موجود. يبقى الفورث فينتركل مكمل مع دايليتد او انلارجد بوستيريور فوسا. احنا كده واخدينها تقريبا ايه من قدام لغايه ورا. المنظر ده لو جبته لوحده يا نهار ابيض، هو فين اصلا السيريبيلم والفيرمس؟ تحس ان مفيش اي حاجه. فانت لازم تاخد الصور بالتتابع، مش صوره وتجري، لا تبص من قدام لورا، وانت عارف ان ده كرونيال، يعني هنا فوق وهنا تحت، هنا فوق وهنا تحت، تمام؟ يبقى انا عندي السوبيرو فيرمس بارتلي موجود، تمام؟ السيربيلر هيمسفيرز واضح انهم هايبو بلاستيك، تمام؟ انت بتتكلم في عائله الداندي ووكر، ممتاز. طيب كلمتين جنرال على الحاله او تنفع على اي حاله ثانيه. اي حاله هيدروكيفنس قلت لكم لازم تكتبوا الميجرمنت، في كذا ميجرمنت انا جبت لكم هنا ثلاثه للتسهيل اللي بيجوا افضل باللينير بروب. هنا نقيس دياجونال الانتيرور هورن بميل، تمام؟ ونقيس القياس بتاعه، ده قايس كذا وده قايس كذا، ده المفروض هنا يا جماعه 3 مللي، يعني واضح ان ده سيجنيفيكانت دايلاتيشن. برضه الفنتريكول سيستم الثيرد فنتريكل المفروض 3 مللي، برضه واضح ان في دايلاتيشن جامد جدا. دول بيجوا في الكورونال، في بعض الميجرمنت الثانيه بس انا للتسهيل، يعني في فنتريكول اندكس اند. في السجيتال بنجيب واحد من اول الثلامس لغايه اخر الاوكسيبيتال هورن، فسموه ثلامو اوكسيبيتال دايمتر، اللي معانا لغايه 22 مللي، 24 مللي، ده هنا 32 والناحيه الثانيه كانت 31، فواضح ان في سيجنيفيكانت هيدروكيفلس. اكتب المقاسات دي علشان تكمبير ما بعد التريتمنت، والاهم بقى منها الدوبلر. الدوبلر انديسز احنا عندنا اربعه ارتريز اساسيين، البازيلر والانترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد بنبص على بعد ما يخرج من العظمايه اللي هو اسمه سيريبرال بارت، وعندنا طبعا المكه والاكه. طيب المفروض من 6 من 10 لغايه 8 من 10 الار اي، بعد التكست من 85 ل 86، هنا عفوا من 65 ل 85، هنا القياسات كام؟ 85 و 86، يعني هاي نورمال تو مايلد انكريست. واضحه حتى من غير يا جماعه مقيس الدايستول قليل جدا، في element of increased intracranial resistance، increased intracranial tension. الطفل ده محتاج بيدياتريك نيوروسيرجن وعايز يركب شنط، هو بالفعل ركب شنط والحمد لله اتحسن شويه بعدين. الحاله بتاعتنا دي داندي ووكر، عيله الداندي ووكر اسمها سبيكترم او كونتينيوم او كومبلكس، كذا حاجه اشدهم طبعا ان ما بيبقاش موجود بقى، يعني تلاقي ماركت سيريبيلر هايبوكليزيا، وبتلاقي السيريبيلر فيرمس اللي هو في الميد لاين تقريبا ابسنت خالص. اخف منها هتلاقي هايبوبلاستيك. في حاجه اسمها داندي، ده داندي ووكر مثلا مالفورميشن، في داندي ووكر فاريانت ان ممكن تلاقي دايليتد كده او انلارجد بوستيرو فوسه والانفيريو فيرمس هو اللي مش موجود، ليها اسم احدث ايزوليتد انفيريور فيرمان هايبوكليزيا، تمام؟ بعد كده ممكن نلاقي بقى سيسترنا ماجنا او سيست اند ان. مع الداندي ووكر احنا بنبص على السيريبيلم، بنبص على الفيرمس. البوستيريو فوس عباره عن سيست كبيره مكمله من ورا لغايه قدام على الفورس فنتريكل، في 80% او 90 حتى في المية معاها هيدروكافلس، اللي ممكن غالبا يبقى
اكويداكتال ستينوزس، وحوالي 70% معاها كوربس كالوزم ايجينيسيس مش موجود في الحاله بتاعتنا دي. يبقى السونار بتاعنا وقت ما بندور على ايه؟ 1 2 3 لارج بوستيريور فصه. يعني ايه؟ يعني في سيست كبيره بوستيريور فصه سيست كونتينوس مع الفور فنتريكل تمام بوايد كونكشن. حلو جدا. طيب ايه؟ طيب السيريبيلر هايبوبلاستيك سيريبيلر هيمسفير سيبير هايبوبليزيا للفيرمس، في عندك فقط سوبيريور فيرمس ريمننت لكن الانفيرو مش موجود خالص، وغالبا غالبا معاه كمان سمول برين ستيم. دول الخطوتين الاولانيين اللي هي الميه والسيريبيلم بالعيله بتاعته. الاسوشيشن هيدروكيفالس كورباس كالوزا، لو هيدروكيفالس وبس اللي هو ممكن يكون اكويداكتال ستينوزس، هتلاقي المنظر بتاعنا ده سيمتريك دايلاتيشن للانتيرور هورن والبوستيرور هورن تمام. لكن لو كان كوربس كالوزم ايجينيس اللي هي كولبوكيفالي، ده المنظر بقى بتاعها عشان زمايلنا اللي غلطوا قالوا كولبوكيفالي، بيبقى اتينويتد انتيرور هورن وفيري لارج بوستيرور هورن. طبعا الشكل ده مختلف عن الشكل ده، وبيبقى فيه لاتراليزيشن لللاترال فنتريكل، مش واخدين الكيرف ده، لا تحس ان الاثنين بارلل تو ايتش اذر، فدي مش حاله كوربس كالوزم ايجينيسيس ولا كولبوكيفالي، لكن واحد من ضمن الاسوشيشنز اللي لازم ادور عليه. الديفرنشيالات ان جنرال لو لقينا سيستيك بوستيريور فصه من اول اكبر واحد فيهم اللي خلاص تقريبا مفيش سيريبيلم وكده، الداندي ووكر مالفورميشن، اخذت منها الداندي ووكر فاريانت، اخف منها تبقى السيست، واخفهم خالص هيبقى الميجا سيسترنا ماجنا. وقلنا احسن حاجه هتجيبهم كلهم هي الماستويد فونتانيل. يبقى الحاله بتاعتنا داندي ووكر مالفورميشن، عندنا فيري لارج بوستيريور فصه، في سيستيك دايلاتيشن مكمل مع الفورد فنتريكل، في سيفير هايبوبليزيا للفيرمس الاول، ومعاها برضو هايبوبليزيا للسيربيلر هيمسفيرز، وكذلك برضو البرين ستيم اللي هتلاقيه صغير، معاها سوبرا تنتوريال هيدروكيفالس اللي هو دايلاتيشن سيمتريكال لللاترال فنتريكلز للثيرد فنتريكل، most likely aqueduct stenosis. ده اللي احنا رجحناه في السونار. الام ار فعلا confirmed الاثنين فايندنج دول، داندي ووكر مالفورميشن واكويداكت ستينوزس. كتبنا ان في increased resistance بالدوبلر، وبالتالي العيان عمل شانتنج والحمد لله يعني التحسن شغال. دول كده الاربعه بارتس او كومبوننتس او ديزيزز المختلفه اللي بتاتي في الداندي ووكر كومبلكس. الاول المالفورميشن، بعد كده الاخف منها الفاريانت، ممكن تلاقي فيه سيست او ايفن ميجا سيسترنا ماجنا. يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.